السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبيب بيطري إبراهيم القماش. موضوعنا النهاردة عن التربانيسوما في الجمال، تربانيسومياسيس، بيسمى باسم له بعض السينونيمز زي مثلا مرض الهيام أو مرض السارة ديزيز. بيسمى في الجمال مرض التايبيرسا انكامل. مرض تايبيرسا انكامل هو ممكن يستمر مع الناقة من 3 سنين وممكن أكثر كمان، هو طبعا مرض كرونيك. مرض التربانوسومياسيس، رعاة البوش كلهم يعرفوا مرض التربانوسومياسيس، ومنتشر جدا في دول الخليج. ومسبب المرض هو طفيل معدي، طبعا سببه التربانيسوما ايفانساي. المرض ده مشهور في الإبل وفي الخيول وفي الكلاب. الحمير او الدونكيز بتبقى ريزيستنت للمرض. وده كان اول حاجه التعريف بالمرض. الترانسميشن اوف تربانوسوم. الترانسميشن يا جماعه بالنسبه للتربانوسوم مهم جدا جدا جدا، اهم حتى من، انا رايي يعني اهم حتى من التريتمنت. الترانسميشن بتاع التربانوسوم بتتنقل عن طريق التيكس والفلايس زي الموسكيتو طبعا، زي الذباب. انا عايز اكد على نقطه انه بيتنقل عن طريق الحاجات طبعا التيك والفلايز اللي بتمص الدم، وبرده كمان بتنقل ميكانيكالي، بمعنى ان ممكن تيجي ذبابه حتى لو مش بتمص الدم تقف على ووند انفكتد او لحمه ملوثه وتنقل العدوى لحيوان وانفكت حيوان تاني. ده كمان لو كلب مثلا جه وكل لحمه ملوثه بالعدوى هتتنقل التربانسوم عن طريق اللحمه الملوثه. ودي نقطة برضو لرعاة البوش أصحاب الجمال اللي بيستخدموا اللي بيدوا أباري، طبعا رعاة الجمال هم معظمهم هم اللي بيتعاملوا بيدوا حقن وكلام زي كده. أثناء الفاكسينيشن لو انفكتد سرنج أو إبرة ملوثة بعدوى التربانيسوما، وطبعا عدا إدى بنفس الإبرة بقية الحيوانات عنده، هو سهل كده انتقال العدوى من حيوان مصاب إلى حيوان سليم. فناخد بالنا يا جماعة إن الإبرة الملوثة أثناء التحصين بتنقل العدوى. الكلب بياخد العدوى أكيد تاني عن طريق اللحمة اللي فيها المرض، وطبعا بيتنقل عن طريق القراض وعن طريق الذباب. ده كان يا جماعة الترانسميشن. أنا عايز أكد بالنسبة حاجة كمان، إن المرض هنشوفه كتير في أوقات الفيضانات والأمطار الغزيرة during rain and floods. بالنسبه للمرض في الجمال فهو مميز جدا، يعني الموضوع بحضرتك بتخش والحاله بتقول لك انا تربانيسوم، بتروح بتلاقي فيه واضح انيميا شديده جدا، في مصيصن شديد، في اوديما في الهاند ليج او في الهايند ليج او في اسفل البطن. بيبقى مميز جدا الانترميتنت فيفر مميزه في الجمال، بيبقى فيه دموع واضحه الحاله بتقول لك ان دي تربانيسوم. تمام، طبعا بيبقى فيه دموع في السنام في السنام بتاع الجمل، كوتينيوس اوربشن في الجلد. دي كلها كانت أعراض التربانيسوما في الجمال. ليه التربانيسوما بتسبب الدس؟ ده طبعا لانه بتعمل سيفير انيميا، بتعمل، ومن الحاجات المميزه جدا انترافاسكولار كواجوليشن. التربانيسوما بتعمل هايبوجلايسيميا، التربانيسوما بتعمل توكسيميا الاندوتوكسين اللي جايه لايبريتد باي لايسيد بارازايت. دي كانت اسباب الدس في التربانيسوما.